أكثر من 100 رحلة ألغيت من مطار فرانكفورت بعد إضراب الآلاف من مضيفي الطيران العاملين في لوفتهانزا. 8 ساعات من الإضراب جاءت بعد 13 شهرا من التفاوض مع الشركة لرفع أجور طاقم الطائرات. الإضراب أعطى نتائج جيدة. شركة لوفتهانزا أصدر جدول طيران طارئ أظهر فيه إلغاء عدد من الرحلات. الآن تم إلغاء الرحلات الداخلية في ألمانيا والأوروبية، وهناك تأخير في الرحلات الدولية. العمال لا يطالبون فقط بزيادة رواتبهم، بل يحتجون أيضا على تغييرات تقوم بها الشركة في ساعات العمل وأماكن عملهم. لوفتهانزا دعت نقابة العمال مجددا لإجراء حوار ومناقشة مطالب العمال. ربع رحلاتنا تأثر بهذا الإضراب، ونحن نتوقع أن تزداد الضغوط، والمتضرر الأكبر هم المسافرون. الإضراب أزعج المسافرين، ولكنهم بدوا فاهمين للوضع. من جهة أنا أتفهم هذا الإضراب ومطالبهم، ولكنني منزعج بعض الشيء من الانتظار. الأمر على ما يرام، ولكن عادة عمال المطار هم من يضربون وليس طاقم الطائرة. مطالب طاقم الطائرات قد لا تكون كبيرة، ولكنها تأتي في الوقت الخطأ. فشركة لوفتهانزا اتخذت خطة لتوفير أكثر من 1 مليار دولار من النفقات خلال عامين.